الاستثمار الأجنبي المباشر ده واحد من أهم الملفات اللي كل البلد بتشتغل عليها، كل البلد بتشتغل عليها. يعني استثمار أجنبي مباشر يعني يبقى في عندي شركات غير مصرية بتجيلي علشان تنشئ مشروعات عندي هنا في مصر بشكل مباشر وفعال، وتبدأ تضخ استثماراتها علشان هذا النشاط أيا كان بقى نوعه، صناعي زراعي إلى آخره، يبدأ إيه يكبر. طيب ابدأ معنية بالصناعة وتطوير الصناعة في مصر. ابدأ بقى، وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية، وبالتالي هي بتوقع مذكرة تفاهم مع شركة سعودية للاستثمار في مصر. إذن ده استثمار أجنبي مباشر بتشتغل عليه مبادرة ابدأ. خليني هنا أخد معايا الأستاذ أحمد حافظ، مسؤول الاستثمار الأجنبي المباشر في مبادرة ابدأ. أهلا بيك. أهلا أستاذ يوسف، إزاي الصحة؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. عايز الاول تقول لي يعني ايه الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال ابدا. طبعا شكرا لضيفتك الكريمه. احنا شكرا. يمكن في وحده الاف دي اي او الاستثمار الاجنبي المباشر في ابدا، هو هدفها العمل مع المستثمرين اللي حابين يتوسعوا في السوق المصري. اف دي اي علشان الناس هتسمعها، اف بي اي، الاف دي اي، الفورن دايركت انفستمنت. مظبوط كده. هي احنا هدفنا في الوحده دي ان احنا نسهل العقبات قدام المستثمرين الاجانب ان هم يجوا يضخوا استثمارات هنا في مصر، اذا كانت في ما يتعلق بالصناعه. احنا وصلنا في ابدا 23 تكنولوجيا جديده ما كانتش موجوده في مصر قبل كده بالشراكه مع مستثمرين اجانب من اوروبا ومن اسيا ومن كل حته في العالم. يمكن المره دي كنا بنبص للاشقاء العرب. احنا ماضينا النهارده بروتوكول تعاون مع مجموعه وطن الاول، هي مجموعه رائده في الحلول الرقميه، وكمان عندها مجموعه من الشركات بتشتغل في مجالات مختلفه زي الطاقه وزي التوظيف. والحقيقه بروتوكول النهارده بيجي من حسن النيه وإبداء الرغبه الشديده في التعاون بين السوق المصري والسوق العربي بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص. بنتكلم ان احنا بنتعاون في انشاء حلول رقميه وننقل تجربه الديجيتاليزيشن او الرقمنه لكل الخدمات، نعلي مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين والمستثمرين. بنشتغل على رقمنه كتير من الخدمات الحكوميه، اذا كانت بقى من تراخيص او سيرتيفيكيشنز معينه، شهادات للمنتجات، او نعمل اتمته لعمليه اختبار المنتجات نفسها، نعمل داتا بيز شامله. لان لحد النهارده انا لو عندي منتج معين وانا عايز اعرف بيتم اختباره فين، غالبا انا بطلب كل البيبان. احنا بنعمل حلول رقميه مع شركه وطن السعوديه عشان نعمل رقمنه لكل البروسيسي دي، ونخلي مناخ الاستثمار الصناعي في مصر مرحب اكثر بالاستثمار، سريع وقادر يتحرك بشكل علمي ومبني على حاجات. وده طبعا بينصب بقى على حاجات زي زياده التصدير من مصر لكل المنتجات. يمكن احنا النهارده بنقول ان احنا بنفتح الباب او بنعمل المنتجات اللي هتخلي الانسايتس تكون اكسسبل لكل الناس، يعني تخلي المعلومات متوفره بحيث ان اي مستثمر يبقى داخل سوق جديد يبقى عايز يعرف والله هي السوق ده ايه الابعاد بتاعته، الارقام بتاعته تكون محوكمه بشكل عالي جدا. وهي دي الانظمه اللي احنا بنتعاون فيها مع شركه وطن. يمكن احنا دي برضو حاجه من ضمن حاجات كتير، منها ان احنا هنتعاون في توظيف الحق العماله المصريه بالخارج، يعني هنتعاون برضو في فتح الاسواق امام المنتجات المصريه اللي طالعه من المصانع المصريه للتصدير. فهي احنا بنعتبرها شراكه استراتيجيه واحنا متحمسين جدا ليها، وان شاء الله القادم يكون احسن باذن الله. باذن الله. طيب الـ زي ما انا فهمت هي مذكره تفاهم وليس الـ العقد اللي هيبرم ما بيننا وما بين مجموعه وطن، مش كده؟ مظبوط. هو الفكره كلها ان احنا عشان دي تعتبر حاجه شامله، احنا لكل منتج من المنتجات هيكون في عقد مختلف، لان هي منتجات كتير اللي احنا عايزين نتعاون فيها، ويمكن اجمالي الاستثمارات ده ممكن يتجاوز المليار و600 مليون دولار في خلال 3 سنين. اللي احنا عايزين نقوله هنا ان بس ان احنا عايزين نتعاون في كل المحاور دي، ولكن كل محور على حده بيكون ليه كيس باي كيس ستادي، بيكون ليه دراسه سوق ودراسه جدوى وليه هيكل من المساهمين المختلفين. ولكن هو احنا بنقول رساله ان مصر امنه للاستثمار، ان الاستثمار في مصر دي حاجه
عظيمه جدا. ابدا بتحاول تخلق مناخ استثماري اكثر تشجيعا لكل المستثمرين ان هم يجوا يستفيدوا بقى بشبكه الطرق القوميه الجديده، بالمواني اللي احنا عملناها، بكل الحوافز اللي معموله قدام الاستثمار وخاصه الصناعي. يمكن مصر بمعاهداتها الدوليه اللي هم 115، التصنيع في مصر بيفتح اكسس قدام المصنعين ان هم يصدروا لمليار و800 مليون مستهلك حاليا العالم بسبب الاتفاقات الدوليه اللي مصر عاملاها. احنا بنقول ان مصر تقدر تعمل فيها حاجه كبيره، وممكن تكون ابدا واحده من اسرع الجهات اللي انت تروح لها عشان تعمل الاستثمار ده. صحيح صحيح صحيح. انا اشكرك واشكر الحقيقه المبادره على انها فعلا بتخلق فاعليه وفي نفس الوقت بتحافظ على استمراريه واستدامه الاستثمار. انا شفت حاجات زي كده في بني سويف الحقيقه، يعني انا رحت شفتها بنفسي انا وزمايلي. خليني اشكرك جدا استاذ احمد حافظ، مسؤول الاستثمار الاجنبي المباشر بمبادره ابدأ.